انا المريدي كنسكن في الحي الحسني. انا حكم ماشي كنسكن في الحي الحسني، كنسكن في الزنقه، حيت راجلي كيتعدى عليا بزاف وكيضربني. انا مزيوده في ليبيا ودخلنا في 2007 هنايا المغرب، كبرت تما وقريت تما، حياتي كلها دوزت تما. جيت هنايا تجوج بواحد الانسان يعني قليله في اسمي انسان، والله ما خصوش يعني انسان بزاف عليه باش نسميه انسان. كيضربني، كيتكرفس عليا، كيشرب، صحابو ديما عندنا في الدار، دريات العصا، جاري على مو على بوي على خوت وعلى كل شيء جاري عليه من الدار. عايشه غير انا وياه، كيجيو عنده كيجيبو الشراب وكيدخلوا ديما على حسب. بعض الخطرات يبداو تم الخمسة العشية، غي كنلقى شي فرصة ولا هادي حزم من قهرتي، كنت قهر بزاف فهمتي. لا ما عمر شي حد تكرفص عليا، ولكن واحد صاحبه بزاف هو اللي تبسل عليا. في اخبارو ما عندوش مشكل، هو ما عندوش مشكل لهادشي نهائيا. هو ما كرانيش حتى نتعرى ونجلس حداهم، ما كراش. صافي بقى كيضربني ويتكرفس عليا وكلشي. انا راه تقريبا راه لحمي كله سيكاتريس. كان مرت صاحبه ما كيتفرقش عليها، كان ديما كيجيو وياه سكرانين كيضربوني. هي بدات هي كانت كتضربني وتجري عليا من الدار، بحال هي مولا الدار وبحال انا صاحبته، مجوجه بمرت صاحبه، هي مرت صاحبه. لا في صاحبه ما في خباروش، حتى بقيت بحال هكاك. واحد المره وتوقف معي واحد السيده قالت لي علاش قابله بهذا الشيء وتبات معاك؟ قلت لها راه ما بيديش حل، لي ما عارفاش انا اصلا كيفاش نتصرف. داتني قالت لي انا نمشي ندير شكايه عند وكيل الملك في محكمه السبع، ومشى في عين السبع وقفات معايا ودرت شكايه. ديك الساعه انا حامله بنتي الصغيره، جاو داوها هي وياه لقوهم بجوج في الدار وجايبين الشراب والكيف والحشيش، يعني شحال من مخدر لقاو عنده في الدار. يعني نفس الاقوال اللي قايله انا في المحضر، لقاو داكشي كامل كاين في الدار. ما عرفش بالضبط لكن تقريبا 4 سنين دابا تقريبا. المهم ماشي كثر، غيكون قل او 4 سنين بالكثير. داوها هي وياه وتشدوا في الحبس بجوج، وانا يا مع حامله تشد في الحبس. ما عييت بالزنقه مع الحمل، عييت بالبرد، وكرشي كانت كبيره. مشيت للدار قلت زعما نجلس في الدار حتى يشوف المحكمه اش دير معايا. مو ما خلاتنيش ندخل، قالت لي تتخرجي لي ولدي من الحبس عاد نخرجك. قلت لك انا ما نقدرش ما بيدي والو، حيت غيخرج غيفعل ليا غيحي عليا. قلت لها شنو الحل؟ قالت لي تمشي تغرجي. مشيت درت تنازل غير باش نلقى فين نجلس، حيت كان شهري وعندي داكشي بالوراق وكلشي في المحكمه، ان كان الشهر ديالي صافي غادي نولد. مشيت درت تنازل على ما قد ما دمرت راسي، ضرب وتكرفيس ونافسه وكيضرب فيا. ديك الساعه انا باقا حامله كيشوف لي على كرشي وكنقول نصبر على حساب السكن، حيت السكن والو ما عنديش. الا خرجت ما كاينش الا الزنقه، الدار الحمراء كنت كنمشي فري كنقول عندي اختي كبيره مجوجه ولكن بعيده عليا، عندي خويا صغر مني ب4 سنين ساكن مع نسابو، يعني ظروفه حتى هو على قد الحال، وتا هو مسكين كيدير لي في جهدو. مره كيدور معايا، مره كنمشي عنده نقصدو، ولكن حتى هو ساكن غير مع نسابو. وعندي اختي صغيره هذيك عايشه غير مع الوالد في ولاد صالح، ما قليل فين كاين بابا وماما مطلقين 8 سنين قبل ما تموت. كنت عايشه مع ماما، انا كنت عايشه معاه وقريت، يعني حياتي كلها دوزت قرايه في ليبيا. عمرني ما كنت نتوقع ان حياتي كلها تقلب على بزاف بجميع انواع التعنيف. لحمي كنقول كله زيكاتريس، ما كاين غير الضرب. جنويه ضربني بها في يدي، كيضربني بزاف، كيتكرفس عليا فوق ما يعني. واخا نكون من الحديد ما بقاش نقدر نصبر. صافي عييت بنتي، يعني ولادي بثلاثه كياكلوا العصا، باقي صغيره شويه، لكن دوك الجوج الكبار عندي العصا، هو عنده الهضره بالعصا، كلام بالعصا، اي حاجه عنده بالعنف، اي حاجه تخطر على بالك بالعصا والشتيف والسبان، كيسب الجلاله، يعني الفاظ سوقيه. واحد المره كان ضربني وجرى عليا من الدار، وخلى انا وبنتي الصغيره، وخلى غي بنتي الكبيره شويه عندها 8 سنين وولدي عنده 11 عام، سد عليهم 15 يوم. حاولت بجميع الطرق نخرجهم من عنده من الدار، ما قدرتش، حيت هو اصلا صعيب، يعني والدي ما قادرينش عليه، غنقدر عليا انا. دازت تقريبا شي 15 يوم وساد عليهم، هربوا من عنده، مشاو عند واحد السيده جارتي، قالوا لها عافاك عيطي لينا على ماما. جيت ادينا، ملي جيت اديتهم بقيت جالسه. واحد المره ويجي عندي بنتي، يعني بنتي جاتني رقيقه بزاف، يعني في 15 يوم
طرقاق لهذيك الدرجه انا ما اول مره نشوف، يعني تعجبت بزاف. ومضروبه راسها كله من الجنب مضروب، شويه بدات كتعاود ليا غير بوحده تقريبا مع شي 12 الليل، يعني حتى جلست معايا وكل شيء قالت لي ماما بغيت نعاود لك شي حاجه، بابا راه كان كيتكرفس عليا كيفاش بركت، يعني بركت كتعاود ليا شي حوايج يعني خايبين بزاف، يعني من ناحيه الاغتصاب، يعني ما عمرنيش نتوقع شي واخا يكون شي واحد براني ما غيديرش لهذيك الحاله فحال هكاك. المهم ما انا ما قدرتش يعني نقلب بنتي ولا نشوفها ولا انا، يعني انا اللي امها وجاتني ناقصه اني نقلبها، هزيتها ومشيت لكنزيام ديكلاريت عند واحد الضابط، قلت لي راه هاد اللي كان ولكن ما عمرش ليا ما حضر، ولكن صيفطني الابن رشد قال لي ضروري حنا كنهضروا بهذا الشيء بالشواهد الطبيه عند طبيبه شرعي. مشيت لابن رشد قلبات واحد الطبيبه قالت لي باين على الاثار، وتا ان مصارنها كانوا يعني الداد ديالها كانت داكشي كان عندها في ذاتها لداخل، وقلبوها وكل شيء وتبد داكشي. شديت انا الوراق كما عطاتهم ليا جيت نجري، انا ما عارفاش يعني اني خاصني ندير فوتوكوبي ولا خاصني يعني يخلي عندي، يعني انا كنعرف ان هذه الورقه خاصني نديها وصافي. هزيتها وديتها للكنزيه مع اساسني باش يفتحوا لي معذر باش ناخذ حقي. دخلت قالوا لي صافي حنا غنجي نجيبوا هذا الشيء بزاف هذا الشيء. انا ارتحيت يعني من طريقه هضرتهم، قلت صافي غيكون حل بنتي. تقريبا شي عامين وشي حاجه، شي عامين وشي حاجه، المهم وصلش عامين ونص، يعني حتى من الجيران وداك الشيء كلشي ملي كنخرج كنهرب تيبقى يقول لي الله يعطيك شي تاويل ديال الخير ديري شي حل. انا ما كنعرفهمش، كانوا هما كلهم كيعرفوني. ما عرفتش والله، عرفتي لحمي كله نمل، عرفتي ممكن بقى نتفكر داك الشيء كنمرض. عرفتي انا المفروض يكون عندي الامان في الدار، الوقيته اللي كنكون في الدار كيكون الرعب راكبني. انفو كنهز ولادي وكنلقى كيفاش طريقه نهرب، وكنخلي صحابو ورايا وهو وصاحبته، عرفتي كنولي فرحانه رجليا في الارض ما يعنيش بالفرحه، علاش يعني خاصني نخاف من الزنقه اني انا هربت منه بحال انا وحش هاربه منه. وحق الله الرجاله وصحابه كلشي يدخل عندنا للدار كلشي، واحد الاوقات كان بدا كيهددني يعطيني راسو كيبدا يهددني بواحد السيد كان في الدرب تما، هو ما كيصحاش راجل كبير و بحال ما تقول الشمكار حتى هو في حاله، تيقول لي انا شي نهار غادي نجيبو لك انا، فهمتيني يعني بحال ما عرفتش كيفاش نشرحها والله، غيتكرفس عليك غيدير عليك. كنخدم في الريزو، كنخدم قبل في الريزو، كنخدم في جريكه، وجراو عليه طبعوا لي ورقي بالحمر وحبسوه على حسب الشراب والفساد، حيت كانوا كيكريو ليه وطيل وكان كيدي ليه الدريات، رفضوه ومن بعد دابا ولا كيبركوا ليه بالصباغه. ولكن واخا يخدم واخا يبريكولي انا اللي كنخدم، نشد نخدم اللي قسم الله في الكروشي والعقيق، وكنخلط داكشي ديال الخياط وكنصرف على وليداتي. ملي كي بعض الخطرات راه ماشي ديما يعني كنكمل خدمتي ونتخلص، الاكثر كيجي قطع ليا التواب يحيد ليا الفلوس يبدا يغوت، الا ما عطيتوش الفلوس ناكل العصا. يعني واحد الايامات دازت عليا ويلي، الحل اللي لقيته اني نبات في الزنقه، نخرج بحال هكا نهرب من الدار، نبات في الجرادي مره في الجرده، هاد الجرده بعد انايا حفظتها راه خصني ناخذ شهاده السكنه من هنا والله. هاد الايامات كنبات في واحد غير في وسط الزناق، حيت هنا كيولاو كيدوزو البوليس على حساب كورونا، وانا عارفه ان الا داوني البوليس يعني كنبقى خايفه اني يردوني لي. انا فكرت في اني نطلق، اول حاجه الا بغيت نطلق خاص يكون عندي فلوس تحت مني، الا دبرت على فلوس. بالنسبه للطلاق الى الطلق غنوحل عاود في السكن، يعني انا اللي كيديني عنده مصب كيخليني نصبر هذيك يومين ثلاث ايام وكنخرج غير الدار باش انا نجلس عنده، فهمتيني فري. ما عندي توعد والله العظيم، والله العظيم ولا ما عنديش من غير الله سبحانه وتعالى. ولادي عشت في ليبيا عمرني ما بت في الزنقه والله العظيم، انا كنت كنحلم نشوف بلادي، كنت كنقرا قريت حتى الباك، كنسمع على المغرب بزاف وكنحلم امتى نجي للمغرب، ولكن غلطت وليت كنشوفها بشكل اخر، كنت باغا نشوف المدن وداك الشيء. دابا حاليا ما بقيت باغا نشوف والو، باغا غير نموت والله، كندعي يا ربي تسمح لي، انا ايماني بالله كبير، ولكن بعض الخطرات تنقول يا رب الى حياتي كانت تبقى بحال هكا يا رب اديني والله، حتى عييت والله العظيم، ما بقيت باغا والو من الدنيا بسببه هو، مرضت بالضيقه بالقلب. دواء دابا كناخذو بزباله ديال الفلوس، خصني كل شهر ناخذ الدواء، يعني انا يلاه كنتكافى مع الماكله، الدواء والكرم ما كنعرفش ندير فيه والله، بعد خطرت ناخذ النص ما ناخذوش،
بهاد الخطر يشدني كريز، يديوني واحد الطبيب بعدا في السبيطار هذا الصوفي ولا كيقول لي انت ما تبقاش تجي عندي لانك انت ما كتاخذيش دواك في اي لحظه تموتي في الزنقه. اقسم بالله والله انا باغي نعيش عيشه نقيه، بغيت ولادي يقراو والله العظيم، بغيت ولادي يوصلوا بحال ولادي ضايعين 3 سنين، ولدي خاصو يكون في السابع يلا في الثالث، بنتي في التحضيري خاصها تكون في الثاني، ما كيخليهمش يقراو قرايه والو. دابا الا حنا يمشي يقيدهم لك عادي في عند المدير انك يرفع الوراق وكل شيء، ولكن بالليل كنخرجوا الزنقه، الصباح يلا نحسوا بيصحى نقدر نرجع للدار. يعني هما لقيت اللي الدراري لابسين شكيرهم وغاديين كيقراو، حنا يلا كنقلبوا فين كنعسوا، لان بالليل كنباتوا فايقين كنبقاو خايفين فهمتي، على حسب السكيريه على حسب شحال من عاش. يعني بالنهار كنحاولوا نقلبوا فين زعما شي بلايصه تكون بحالكم مغطيه تخشاو الناس فيها فهمتي. والله نتمنى نعيش حيجه نقيه ونتفك من هذا الانسان، والله ما رجعش عنده الدار شي، انا ما كرهتش، نتمنى تكون عندي غير طواليط، مع احترامي ليك والله تكون عندي غير طواليط متر في متر نكبر فيها ولادي، حتى الى مت انا مريضه بالقلب ما ضمناش عمري، حتى الى مت نعرف ان ولادي غيبقاو في هذه البلاصه، انا ما نضمنش ان ولادي يبقاو حيين عنده او فهمتي يزيدوا لقدام او يقراو، بغيت نقريهم بس ولادي يقراو، بغيتهم يكونوا احسن مني والله، بغيت نعيش عيشه نقيه ما تكونش فيها ريحه الشراب، ما يكونش فيها العيالات وداك الرواج. انا كنصلي الصلاه هي الاخر، ما كنقدرش نصلي عنده في الدار، الا جا لقاني كنصلي كيغوي عليا الشراب كي هادشي، راه كنصلي رانا واقفه متجه للقبله فهمتيني، راه كنصلي الا دخل لي بدا يضحك عليا تبوع عليا في الصلاه يا مع حشك مع احترامي ليك، ما انا ما بغيتش نقول هاد الالفاظ ولكن خاصني ضروري نعاود لك باش تعرف، حيت والله حتى مأساة، عرفتي شنو هو الصلاه هي الاخر ما كنقدروش نصلوها في الدار، الدار كلها منتاج الشراب هنا قراي الشراب هنا اقرا هنا، كنتمنى يوقفوا معايا يديروا لي شي حل هاد الانسان، اني فرقني ما بقيتش بغا نشوفه شي حل اني نطلق منه نتفك وشي بلاصه نجلس فيها، شي بلاصه نعرف اني نقدر نخلي فيها ولادي، الله يجعلها تكون غير براكه، بغيت غير شي حاجه تكون غير متر في متر نريح فيها ونعرف الا ما نخلي فيها ولادي، بغيت نعيش عيشه نقيه، بغيت ولادي يقراو يوصلوا. انا كندير داكشي عاد ديال الخياطه، كندير العقيق والكروشي وكنفصل وكل شيء، وكان عندي دبلوم ديال الحلاقه نقدر نخدم، انا دابا كنبريكولي دابا في الحلاقه وهذا، ومن ناحيه دابا بحال هكا ملي كنكون في الزنقه حيت الخياطات ما كيبغوش يعطوني فهمتي، الناس اللي كيعرفوني ما كيبغوش يعطوني الخدمه حيت تيقولوا لي تستقري وتكون عندك بلاصه اللي حنا فين نجيو عندك، وانا اصلا معيش ولادي بوك، دابا كنمشي عند شي خياطه كنعطيها غير فوتوكوبيت لاكارت تنقولها انت الا بغيتيني نخدم لك شي حاجه كاينه اللي كتيق فيا كتقول لي هاكي كنجي هنايا كنخدمها، ملي كنسالها كنديها على اساس اني بحال مشيت خدمتها في الدار، وداك الشيء اللي كتعطيني اللي قسم الله كناكلو انا وولادي في النهار. مشيت للقنصليه ديال ليبيا لان صافي ما بقاش عندي، يعني ما بقاش عندي كيفاش نفكر فين نمشي، يعني اخر حاجه بديت كنفكر اني نمشي للقنصليه، مشيت ليها هضرت مع الرئيس ديالهم تما قال لي انت اول طياره تركبي فيها، يعني ندوك اليوم قبل غدا، يعني اول طياره تمشي، ولكن عندي واحد المشكل ان ولادي عندهم جنسيه مغربيه، يعني يا اما يعني ضروري خاص يسيني ليا باهم باش نخرجهم انا من هنايا، يا اما يموت يا اما يوصلوا السن القانوني عاد باش فهمتي، فجاتني نسمح فيهم قاصحه بزاف، يعني اللهم الزنقه ومعايا ولادي صافي وجلس صافي بقيت، فضلت ان نعيش انا ولادي في الزنقه وما نعيش بلا بيهم. قلت ليه قلت لي واش زعما بغيت نحاول ان زعما يقدر يكون امل ان نقدر نخرجهم، قلت لي دابا انت يا ما مريحينش معاك في الدار وما باغيش الدراري، تقدر تسيني ليا التنازل ان ناخذ ولادي ونمشي بهم ليبيا، قال لي شحال غادي تعطيني، قلت لي حرام عليك يعني باش نقريهم، قال لي ما يمكنش غير نوضو غير نسمح لك الا ما كان مقابل فهمتيني، عيطت لي واحد الكليانه ديالي كنت قلتها لي غير واحد السيده خدمت لها واحد الجلابه بغات تشوف الشحط راسو، قالت لي هاد الدراري شحال باغي فيهم باش يخرجوا هادو زعما يتنقدوا من هاد الزنقه وهاد الحياه اللي عايشين فيها ويقراو، قال ليها شوفي انت حسابك راه عندك ثلاثه الاولاد فهمتي، يعني على اساس ان شوفي زعما راه عاطيك ثلاثه ضربي انت عمليه حسابيه راه عندك ثلاثه تما، يعني كيبيع ويشري في ولادو وما باغيهم لا يقراو ولا باغي لهم لا مستقبل لا والو، وما ما درت حل، يعني شحال غنعطي هاد السيد انا ما عنديش باش نوكلهم اش غادي نعطيه، اللي لقى شي حل لحياتي وبغى زعما يعطيني واخا غير فكره اش خاصني ندير ولا ينصحني ولا اللي انا لوليداتي
يعيط ليا في الرقم، حتى باش نقول لكم انا كنجلس ديما، انا راه حتى هنا ما كنجلس، كل مره في بلاصه، كل مره كنتنقل في بلاصه على حسب البرد